تحية طيبة مشاهدينا الكرام، واهلا بكم الى نشرة الاخبار الرئيسية من الموريتانية، واليكم ابرز عناوينها. الجمعية الوطنية تصادق خلال جلسة علنية على مشروع القانون المتعلق بالمساعدة القضائية. وزير الزراعة والتجهيز والنقل يتفقدان سير العمل في عدة مشاريع تنموية واقتصادية في ولاية أدران. مدينة كهيدي تحتضن أعمال ورشة تكوينية حول تعزيز دور النساء العمد في تسيير الشأن المحلي للبلديات. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نبدأ هذه النشرة ببريد رئيس الجمهورية السيد محمد ول عبد العزيز، حيث وجه سيادته برقية تهنئة إلى السيد إدريس ديبي إيتنو رئيس جمهورية تشاد بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. وأكد رئيس الجمهورية لنظيره تشادي عزم بلادنا على العمل من أجل تنمية وتعزيز علاقات صداقة والتعاون القائمة بين البلدين الشقيقين. من النشاط البرلماني، صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها صباح اليوم على مشروع القانون المتعلق بالمساعدة القضائية. تراس الجلسة رئيس الجمعية السيد محمد ول بويليل، ومثل الحكومة فيها وزير العدل الأستاذ إبراهيم ولدادة. ترأس هذه الجلسة العلنية النائب محمد ول بويليل رئيس الجمعية الوطنية، فيما حضر وزير العدل إبراهيم ولدادة ممثلا عن الحكومة محاطا بأبرز معاونيه، وذلك لمناقشة ثم للمصادقة على مشروع القانون رقم 051/15 والمتعلق بالمساعدة القضائية. يهدف مشروع القانون الجديد إلى تسهيل ولوج المواطنين إلى حقوقهم في التقاضي، بعد أن تحملت الدولة جانبا من التكاليف التي كانت ترهق كواهل هؤلاء. مداخلات نواب الجمعية الوطنية تفاوتت إزاء هذا القانون بين من ذمنه ودعا الحكومة إلى الإسراع في تطبيقه وتسهيل وصوله إلى كافة المواطنين، ومن قدم انتقادات لبعض مواده لا سيما المواد 1 و3 و4 و16، معتبرا أن ثمة عوائق قد تحول دون الاستفادة من روح هذا القانون بشكل مباشر. وفي هذا الإطار قدم نواب الجمعية الوطنية أسئلة إلى ممثل الحكومة وزير العدل السيد إبراهيم ولدادة، الذي رد بدوره على مجمل الاعتراضات الواردة في ملاحظات النواب، منوها بهذا القانون الذي يشكل نقلة نوعية في الاقتراب من هموم المواطنين لما فيه من إجراءات تتيح للمتقاضين فرصا أكبر للاحتكام إلى قضاء نزيه ومستقل. ودعا الوزير النواب إلى مساعدة الجهود الحكومية من أجل تطبيق هذا القانون وإشاعة جو من العدالة والمساواة بين المواطنين أمام القضاء. بعد ذلك طلب من النواب التصويت على مشروع قانون المساعدة القضائية لتتم المصادقة عليه بالإجماع. أشرف وزير الدفاع الوطني رفقة قائد الأركان العامة للجيوش مساء أمس بمقر المدرسة الوطنية للأركان في نواكشوط، أشرف على تخرج الدفعة الثامنة من ضباط الأركان. تضم الدفعة الحالية 39 ضابطا من مختلف تشكيلات القوات المسلحة وقوات الأمن. تخرج الدفعة الثامنة من ضباط الأركان يعتبر حدثا مفصليا بالنسبة للمدرسة الوطنية للأركان، ويستحق أكثر من فقرة في برنامج الحفل المنظم بالمناسبة. داخل قاعة العروض بالمدرسة الوطنية للأركان وبحضور قائد الأركان العامة للجيوش الفريق محمد للشيخ محمد أحمد، إلى جانب عدد من كبار القادة العسكريين وقادة المكاتب والمديريات والمدارس ومراكز التكوين العسكرية، أشرف وزير الدفاع الوطني السيد جالو مامادو باتيا على تكريم الخريجين بشهادات تقديرية تشجيعا لهم على الجد والمثابرة. وتضم الدفعة الجديدة 39 ضابطا من مختلف التشكيلات القوات المسلحة البرية والجوية ومن الدرك والحرس الوطنيين. وقد تلقى الخريجون طيلة عام دراسي كامل دروسا نظرية وأخرى تطبيقية في شتى مجالات العلوم العسكرية وفي اللغات والمعلوماتية،
إضافة إلى محاضرات تناولت مواضيعها الاقتصاد والقانون والعلوم السياسية وغير ذلك بمواضيع تحدث عنها بشيء من التثمين. وزير الدفاع الوطني الذي عبر باسم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة عن سعادته بترأس مثل هذه التظاهرة. وأضاف السيد جالو مودو باتيا أن المدرسة الوطنية للأركان تجسد إرادة سياسية قوية هدفها خلق جيش مهني قوي قادر على رفع كل التحديات الأمنية الناجمة عن الوضع الإقليمي. قائد المدرسة الوطنية للأركان العقيد محمد لمين محمد المختار للزامل استعرض أهم المراحل الدراسية التي ميزت السنة المصرمة. لقد كان البرنامج الدراسي متكاملا شمل العلوم العسكرية ومواضيع تعليمية عامة أخرى لا غنى للضابط عنها في عالم اليوم. ففي العلوم العسكرية قد جمع البرنامج بين النظرية والتطبيقية فنما قدرات المتدربين على الاستنتاج وتخطيط المناورات وابتكار الحلول التكتيكية باتباع طريقة إعداد القرار العملياتي وهي أحدث الطرق المتبعة اليوم في هذا المجال. وكانت النتائج الإيجابية بارزة في الأعمال التطبيقية المتكررة التي قام بها المتدربون على مدى العام الدراسي. وفي هذا الخصوص قامت المدرسة بتنظيم 3 تمارين تطبيقية لتمكين المتدربين من الحصول على الفرص التربوية اللائقة لتطبيق جميع مراحل عملية إعداد القرار العمليات. وقد أولت المدرسة الوطنية للأركان هذه السنة عناية خاصة لموضوع الاتصال بصورة عامة والاتصال العمليات بشكل خاص، ونظمت له دروسا أشفعت فيما بعد بسلسلة من المحاضرات قدمها خبراء وطنيون وأجانب، وذلك لتمكين الضباط بوصفهم محررين في المستقبل من أخذ صورة شاملة عن الحقل الإعلامي وتطوراته والمخاطر التي يمكن أن يشكلها خلال قيادة العمليات وتسيير الكوارث. كما تطرق الخبراء خلال هذه المحاضرات لإشكالية ضبط المعلومة ومدى تأثيرها على الأمن الوطني في ظل الانحرافات المحتملة لوسائل الإعلام. وقد استفاد المتدربون من سلسلة محاضرات ألقاها خبراء من حلف شمال الأطلسي حول النزاعات النمطية وسبل مواجهتها، تلك النزاعات التي لا يكاد يسلم بلد من أخطارها في عالمنا اليوم. وكان هذا الأسبوع مناسبة للاطلاع الزوار في حلف شمال الأطلسي على التجربة الموريتانية في مجال مكافحة الإرهاب والتي تعتبر نموذجا رائدا في المنطقة. ومما يسطر بأحرف من ذهب في تاريخ مؤسساتنا العسكرية أن المدرسة الوطنية للأركان ساهمت إلى حد كبير في خلق إطار عسكري تعليمي عال قادر على المنافسة خارج الوطن وعلى المواجهة في الميدان. الدفعة 8 من الضباط الأركان تعزز دفعات سابقة استفادت هي الأخرى من التكوين والتعليم داخل وطنها بعد أن ظلت بلادنا لعقود طويلة تعتمد في هذا التكوين العسكري على التعاون مع شركائها الدوليين. إذن مشاهدينا الكرام نتحول إلى ولاية أدرار، حيث أدى وزير الزراعة صباح اليوم زيارات ميدانية لبعض المناطق الواحاتية بهدف التعرف على المشاكل المطروحة خاصة في مجال نقص المياه. استهل وزير الزراعة سيد إبراهيم المبارك وحمد المختار زيارته الاستطلاعية لولاية أدرار اليوم بزيارة حقل الميلح التجريبي لزراعة نخيل في بلدية عين الطايع. وفي عين المكان تلقى الوزير شروحا فنية قدمها القائمون على برنامج التنمية المستديمة الواحات. تضمنت هذه التجربة التي سيتم تعميمها على مستوى المناطق الواحاتية في الولاية. كما زار السيد إبراهيم المبارك محمد المختار وزير الزراعة وادي سجليل للتعرف على المواقع المقترحة لبناء سد سجليل بتمويل من برنامج التنمية المستديمة الواحات. كما زار الوزير كذلك سد ريشي في منطقة تيارت ضمن نشاطات مكونة البنى التحتية لبرنامج التنمية المستديمة الواحات، إضافة إلى الموقع الذي سيتم فيه بناء مركز لتثمين التمور. تعرفون ولاية أدرار ولاية مهمة وفيها واحات معتبرة، غير مشكلتها هي مشكلة المياه. والمرحلة الثانية من مشروع الواحات
لا يتركز على هذه الإشكالية من أجل حلها، وذيك الإشكالية تنحل إلا عن طريق السدود، وعندنا هلت سدود كبار دراساتهم بادة، وهم السدود ثانية الصقراء مبارك معاه أيضا. ناحية ثانية لا يتم تثمين منتوج التمور عن طريق مصنع أيضا المناقصة فيه متقدمة، ولا يتم هنا أيضا في مدينة طبار زيادة على نقص التكلفة عن طريق الطاقة الشمسية والفراج الآبار الارتوازية اللي تعمل بالطاقة الشمسية. إذا هاي الإشكالية والصورة اللي متكاملة اللي تبدأ من التحكم في المياه، تثمين المنتوج، نقص التكلفة، مكافحة الأمراض، هي اللي تكون المرحلة الثانية من مشروع الواحات اللي بدأ من نهاية هاي السنة. وتحظى المناطق المزورة بتدخلات معتبرة من وزارة الزراعة من خلال برنامج التنمية المستديمة الواحات الذي يتدخل في ولاية أدرار. في أدرار دائما أدى وزير التجهيز والنقل أمسي زيارة تفقد واطلاع للأعمال الجارية في المقطع الأول من طريق أطار تيجيكجا البالغ طوله 100 كيلومتر. الزيارة مكنت من الاطلاع عن قرب على سير العمل في هذا الجزء من الطريق الذي تنفذه شركات دولية بتمويل ناهز 13 مليار أوقية. شيئا فشيئا تتحدد ملامح طريق أطار تيجيكجا التي ظلت تمثل حلما لساكنة المنطقة المعروفة بصعوبة التنقل بسبب وعورة التضاريس وخشونة الطبيعة. هذه الطريق التي كانت خاضعة للسلطان الجبال الصخرية العملاقة الملتحمة بالأفق على مد البصر هي اليوم في مقطعها الأول الفاصل بين راس الطرف وتنومند، على هذا النحو طريقا سالكة فكت العزل نهائيا عن مدينة أوجفت والقرى المحاذية لها. وزير التجهيز والنقل الدكتور سلكو الأحمد زيد بيه وفي إطار جولته التفقدية للمشاريع الطرقية في البلد خصص المحطة الأولى من زيارته لولاية أدرار لهذه الطريق وبالتحديد لمقطعها الأول البالغ طوله 100 كيلومتر والذي تبلغ تكلفة إنجازه 12 مليارا ونصف من الأوقية ممولة بالتعاون بين بلادنا وشركائها في التنمية. وتابع وزير التجهيز والنقل من القائمين على هذا المشروع الطرقي شروحا مفصلة عن سير الأشغال وطبيعة التعامل مع التضاريس الصخرية وحجم المعدات والتجهيزات اللوجستية المعبأة لشق الطريق في هذه المنطقة الجبلية الوعرة. وزير التجهيز والنقل لم يكتفي خلال زيارته لهذا المقطع بالمستوى الذي وصلت إليه الأشغال والذي تجاوز 40%، بل تعدى ذلك ليباشر على عين المكان ورشات العمل التي تغذي هذا المقطع بالمواد الأولية، وعاين نموذجا من هذه الورشات التي تتولى تفتيت الصخور وسحقها لإنتاج المواد الأولية بالأحجام المطلوبة. وفي كل هذه المحطات كان الوزير يستفسر عن الخصائص الفنية للأشغال ومدى مطابقتها للمعايير المنصوص عليها في دفتر الالتزامات. وخلال اجتماعه بمسؤولي الشركة المنفذة للأشغال ومكتب الدراسة طالب الوزير بمضاعفة الجهد والوقت لإكمال هذه الطريق بأسرع وتيرة ممكنة والالتزام حرفيا ببنود العقد الموقع مع الدولة بخصوص آجال ومواصفات العمل الفنية. وأضاف الوزير أنه جاء للاستماع كذلك إلى أهم المشاكل المطروحة وأكد استعداده التام للعمل على تسويتها بما يخدم تقدم الأشغال، وأوضح أنه لا مجال لتأخر العمل تحت أي ضغط كان. إذن نتحول من أدرار إلى غرغل وتحديدا مدينة كيهيدي التي احتضنت أمس انطلاق أعمال ورشة تكوينية حول سبل وآليات تعزيز دور النساء العمد في تسيير الشأن المحلي للبلديات. وتهدف هذه الورشة إلى الرفع من قدرات المنتخبات محليا وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد. 66 من العمد المساعدات في البراكنة وتقانت وغرغل وقيدماغا يستفيدن من تكوين حول سبل وآليات تعزيز دورهن في تسيير الشأن المحلي ببلدياتهن. ويشكل تعزيز قدرات النساء المنتخبات محليا إحدى الركائز الأساسية لتعزيز الديمقراطية القائمة على الحكمة الرشيدة، كما يعكس الأهمية التي تليها بلادنا لتمكين المرأة على المستوى المحلي والجهوي والوطني.
يشكل تعزيز قدرات النساء المنتخبات محليا إحدى الركائز الأساسية لتعزيز المسلسل الديمقراطي الذي يقوم على الحكامة الجيدة، كما يعكس الأهمية التي توليها بلادنا لتمكين المرأة على المستوى المحلي والجهوي والوطني. كما أن انخراط المرأة في الحياة السياسية المحلية يشكل رهانا يتعين كسبه لتمكين البلديات في الداخل من التوفر على كفاءات قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن كون مشاركتها الفاعلة في تسيير الشأن المحلي من داخل الهيئات المنتخبة يظل ركيزة أساسية لترسيخ أسس الديمقراطية القائمة على احترام دور المرأة كشريك لا مفر منه للارتقاء بمؤشرات التنمية. وانسجاما مع هذا التوجه، لم تدخر الدولة الموريتانية جهدا لدعم النساء وتأهيلهن للعب دورهن في عملية التنمية. الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية السيد ماريا ساماجا أشاد بالجهود التي قطعتها بلادنا في مجال تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المتعلق بتعزيز المشاركة السياسية للمرأة، ونوه بالخطوات التي تمت في مجال دمج بعد النوع في السياسات والبرامج الحكومية، وأكد على استعداد هيئته مواكبة تلك الجهود. وأدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة رفقة والي ولاية غورغول زيارة للمستشفى الجهوي، حيث قدمت دعما لمرضى الفشل الكلوي والذين استفادوا مؤخرا من افتتاح وحدة للتصفية بالمستشفى الجهوي بالولاية. المنسقية الجهوية لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بغورغول كانت ضمن برنامج الوزيرة، حيث اطلعت على المشاكل المطروحة لها ووعدت بحلها، وتعرفت على وضعية الطفولة الصغرى خلال اجتماعها بمنتسبات شبكة الطفولة الصغرى بالولاية، وقدمت مساعدات للمركز. وبتقديمها لهذا المبلغ المالي تكون وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة قد أعطت من ولاية غورغول إشارة انطلاق برنامج التحويلات المالية لدعم الأطفال متعددي الإعاقة. في كي هي جي دائما أشرفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة السيدة الأمينة من القطب المما على الانطلاقة الرسمية للمشاريع المدرة للدخل الموجهة للتعاونيات النسوية. وقد أكدت الوزيرة أن هذا التمويل موجه للتعاونيات المنتجة ولن تحسب عليه أي أرباح، لكنه سيخضع لعملية متابعة دقيقة تتولى شبكة صناديق الادخار والقرض جانب التحصيل فيها على أن تتولى المصالح المختصة في وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة مهمة متابعة تنفيذ المشاريع. إذن بالعودة إلى نواكشوط، نظمت بلدية تفرق زينة صباح اليوم يوما تطوعيا للاستشارات الطبية والخدمات الصحية تحت شعار من أجل مؤازرة المريض والمحتاج. ويدخل تنظيم هذه التظاهرة في إطار التعاون بين البلدية والاتحاد العام للعمل والصحة في موريتانيا. اليوم التطوعي للاستشارات الطبية والخدمات الصحية عمل تطوعي تبنته بلدية تفرغزينة بالتعاون مع الاتحاد العام للعمل والصحة في موريتانيا. رصدت له البلدية كل الآليات والكادر البشري ضمانا لتغطية أكبر كم من احتياجات المواطنين في كل التخصصات الطبية. عمدة بلدية تفرغزينة أكدت أن بلديتها بحكم موقعها الجغرافي وتشكيلة سكانها وضعت خطة تنموية تلامس واقع المواطنين، مضيفة: في هذا السياق يندرج تنظيم هذا اليوم التطوعي لتقديم الاستشارات الطبية والخدمات الصحية المجانية الذي سيمكن بإذن الله من تشخيص مئات المرضى وتقديم الدواء لهم بشكل مجاني، ويعود الفضل في ذلك إلى الأطباء والممرضين في الاتحاد العام للعمل والصحة الذين كرسوا وقتهم الثمين من أجل إنجاح هذا اليوم التطوعي
فلهم منا كل الشكر والتقدير. أما الدكتور محمد المصطفى والإبراهيم الأمين العام لاتحاد العمل والصحة في موريتانيا فقد أكد أن الاتحاد استجاب بشكل كامل لهذه المبادرة واضعا كل طاقاته وخبرات أعضائه تحت تصرف بلدية تبرازين لإنجاح هذا اليوم التطوعي. بدوره ممثل منظمة الصحة العالمية بن واكشوط شكر عمدة بلدية تبرازين مضيفا أن هذا اليوم التطوعي هو دليل على ما تقوم به البلدية من جهود إنسانية لصالح الطبقات الضعيفة. إقبال كبير شهدته الساعات الأولى من هذا اليوم التطوعي وسط تنظيم وانسيابية تركت انطباعا إيجابيا لدى المستفيدين. تفرق زينة وجبرنا الأطباء وعدلوا لنا الفحوص وطاونا الدواء وطاونا كامل وجزاهم الله بخير. تشخيص مئات المرضى وإعطائهم الدواء من طرف الأطباء والممرضين بكل طواعية وإخلاص هي فقرات هذا اليوم التطوعي للاستشارات الطبية. شهدت بداية موسم الخريف لهذه السنة تساقطات مطرية شملت أغلب مناطق الوطن مما عاد الأمل إلى نفوس المواطنين وخاصة المنمين حيث عرف الغطاء النباتي نموا ساهم في تلبية حاجيات الثروة الحيوانية من المراعي. شماد الأحمد. سحب تتكاثف وتتجمع فتنهمر ماء غزيرا يسقي الزرع ويوحي الضرع ويكسو الأرض ثوبا جميلا. إنها ملامح موسم الخريف لهذه السنة، موسم عاد الأمل إلى النفوس بعدما شهدته السنة الماضية من تأخر وتراجع في مستوى التساقطات. تنبؤات الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية كانت في محلها، فوضعية الأمطار لهذه السنة أحسن والمختصون يتوقعون المزيد. نتوقعون الأمطار تعود على العموم تعود جيدة على عموم الطرب الوطني، هي توقعات اللي رسميا عدلنا في الشهر الخامس من السنة. مع ذلك توقعنا لا يخلق تأخر في بداية الفعلية الموسم على بعض المناطق وخاصة منطقة البراكنة والترارزة، وفي الفترة الحالية مقارنة الحصيلة ذرك مع الحصيلة في نفس الفترة الزمنية الماضية نراون الحصيلة ذرك أحسن بكثير، بالرغم من وجود بعض جيوب العجز مازالوا موجودين في البراكنة وفي الترارسة وبعض المناطق الأخرى، إلا أن الوضعية أحسن بكثير من الوضعية في نفس الفترة في السنة الماضية. الغطاء النباتي عرف نموا واتساعا في أغلب المناطق التي شهدت تهاطلات مطرية معتبرة وخاصة في بداية الموسم. وضعية المراعي السنة تتميز إن شاء الله الحمد لله بأنها ذيك التوقعات الحمد لله كانت زينة. الأمطار شهدت عمت جميع البلاد ونحن في بداية الموسم الأمطار. خارج البلاد كانت ناقصة حقيقة الأمطار للسنوات اللي جاية مناطق الشمال، المؤشرات اللي عندنا إن شاء الله دور تشهد فات شهدت فات أمطار زينة. بالأمطار تتغير معالم الطبيعة وتصبح الأرض مخضرة. إنها نعمة لا يتم شكرها إلا بالمحافظة على هذه المراعي واعتبارها ثروة وطنية. من الأنباء الدولية في هذه النشرة، وصل وزير الخارجية الإيراني صباح اليوم إلى بيروت للقاء المسؤولين اللبنانيين، وتأتي هذه الزيارة بعد الاتفاق الذي وصف بالتاريخي بين إيران والدول الغربية بخصوص الملف النووي الإيراني. العراق والكويت وقطر، وصل وزير الخارجية الإيراني الدكتور محمد جواد ظريفي إلى العاصمة اللبنانية بيروت ضمن وفد رسمي إيراني، واستقبل الوزير الإيراني في المطار من طرف أعضاء الحكومة اللبنانية وممثل رئيس مجلس النواب اللبناني. وتهدف هذه الزيارة لوزير الخارجية الإيراني إلى بيروت إلى شرح أهمية التفاهمات التي جرت مؤخرا بين إيران والدول الغربية حول البرنامج النووي الإيراني. وفي مؤتمر صحفي عقب وصوله بيروت، قال وزير الخارجية الإيراني الدكتور محمد جواد ظريفي إن هذه الزيارة فرصة مهمة للتشاور بين الحكومة الإيرانية واللبنانية لمواجهة التحديات الراهنة في المنطقة، مؤكدا في هذا الإطار سعي إيران المستمر إلى تحسين علاقاتها مع جميع الدول في المنطقة بعد الاتفاق الأخير الذي جرى بين إيران والدول الغربية. أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم عن قلقه العميق من تدهور الوضع الأمني في تركيا، واصفا ما يجري في البلاد بالأمر المؤسف. وأكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية أن العنف ليس الطريقة السليمة لحل المشاكل في تركيا، وأعبرت عن تضامن الاتحاد مع الحكومة والشعب في تركيا حيال ما تتعرض له البلاد من هجمات وأعمال عنف،
ويأتي هذا التعليق الأوروبي في وقت تشهد فيه الأوضاع الأمنية في تركيا تدهورا حادا بعد تعليق الهدنة بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني. التهم حريق هائل أكثر من 120 ألف هكتار من الغابات في سيبيريا الشرقية حول بحيرة بايكال حسب ما أعلنت السلطات الروسية. وقالت الوكالة الروسية لحماية الغابات في بيان أوردته اليوم إن أكثر من 5000 رجل إطفاء انتشروا للسيطرة على الحريق، وأكثر من 150 حريقا اندلع في 100,000 هكتار بمنطقتين قريبتين من بحيرة بايكال السياحية. قال محققون وممثلو ادعاء هولنديون اليوم ان فريق التحقيق في حادث تحطم طائرة الخطوط الجوية الماليزية فوق اوكرانيا تحصلوا على شظايا قد تكون من صاروخ روسي صنع. وكانت الطائرة في رحلة من أمستردام إلى كوالالمبور وعلى متنها 298 شخصا عندما تحطمت في 17 من يوليو 2014. يقولون في حادث إسقاط الطائرة الماليزية فوق شرق أوكرانيا يعلنون أنهم عثروا على قطعين يمكن أن تكون لصاروخ روسي الصنع في مكان قريب من موقع سقوط الطائرة. مجلس المحققين الدوليين أوضح أنه تم الحصول على هذه القطع خلال مهمة سابقة في شرق أوكرانيا، وهي في عهدة فريق التحقيق الجنائي ومجلس السلامة الهولندي. وكانت الطائرة الماليزية وهي من طراز بوينغ 777 متوجهة من أمستردام إلى كوالالمبور عندما أسقطت أثناء تحليقها فوق شرق أوكرانيا، مما أدى إلى مقتل جميع الركاب الذين كانوا على متنها وأغلبهم هولنديون. إذن إلى هنا نشرتنا، تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. الجمعية الوطنية تصادق خلال جلسة علنية على مشروع القانون المتعلق بالمساعدة القضائية. وزير الزراعة والتجهيز والنقل يتفقدان سير العمل في عدة مشاريع تنموية واقتصادية في ولاية أذرار. مدينة كيهيدي تحتضن أعمال ورشة تكوينية حول تعزيز دور النساء العمد وتسيير الشأن المحلي في تسييرهم للشأن المحلي للبلديات. إذن مشاهدينا الكرام، نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.